الرحمن الرحيم، نقف هنا أمام سفارة الاحتلال السعودي في برنامجنا الأسبوعي للتظاهر على والاحتجاج ضد تدخل الجيش السعودي في البحرين قبل 3 سنوات واقترافه الجرائم العديدة. أيضا أريد أن أنوه على بمناسبة هذه الأيام، وهي أيام ذكرى انطلاق الثورة قبل 3 سنوات، هناك العديد من البرامج التي تدعت لها المعارضة في الداخل وفي الخارج. فعلى صعيد الخارج على سبيل المثال، نحن هنا لدينا في لندن برنامج أسبوعي سوف يبتدي من يوم 7 فبراير ولغاية يوم 14 فبراير للتضامن والتزامن مع انطلاق الفعاليات داخل البحرين. سوف تكون لنا يوم الأحد القادم مسيرة سوف تنطلق من أمام سفارة الاحتلال الخليفي إلى مبنى رئيس الوزراء البريطاني. سوف يتضامن معنا العديد من أبناء الجالية الموجودون هنا في بريطانيا وكل من ينشد الحرية ومن يطالب بحقوق الناس. سوف تكون هذه المسيرة للتضامن والتعبير كما أشرت عن مطالب أبناء الشعب البحريني. البرنامج سوف ينتهي يوم 14 فبراير بإقامة مؤتمر صحفي في مجلس اللوردات البريطاني. أيضا نأمل أن تكون هناك تجمعات أخرى لأبناء الجالية البحرينية في أكثر من 15 عاصمة منتشرة حول العالم للتضامن والتعبير مع أبناء الشعب البحريني عن طريق إقامة الخطابات والاحتجاجات وإرسال الرسائل إلى البرلمانيين وإقامة هذه الاعتصامات. هذا على صعيد الخارج. سوف تكون هناك أيضا في البرلمان الأوروبي جلسة سوف تعقد يوم غد، وسوف يكون هناك نقاشات من أجل استصدار بيان إدانة إلى النظام الخليفي إضافة للبيانات السابقة. نأمل أن يكون هذا صب في خانة محاصرة ومضايقة النظام الخليفي ولجرائمه التي يقترفها ضد أبناء الشعب البحريني. نأمل أن يكون في الداخل حراك شعبيا متواصل كما يعيش هذه الأيام أبناء الشعب البحريني. هناك برنامج فعاليات يطلقه القوى الثورية يوم 7 فبراير، حيث تدشن برنامج الاحتجاج لموسم الانطلاق لذكرى الثورة في نويدرات وفي بيت الأستاذ عبد الوهاب، ومن المكان الذي انطلقت منه الثورة وخرج فيه الأستاذ عبد الوهاب صباح يوم 14 فبراير من عام 2011 قبل 3 أيام، وأطلق شرارة الثورة وبعدها اندلعت الاحتجاج في كل مكان. على هذا الدرب وعلى هذا المنهاج الشعب البحريني وشبابه يجدد هذه العادة العام بالانطلاق من نفس المكان مساء يوم 7 فبراير إن شاء الله. أيضا سوف تتبع حفل هذا التدشين برامج احتجاج طوال هذا الأسبوع يكلل بيوم 14 فبراير، حيث سوف يطلق القوى الثورية مفاجأتها لهذا العام إن شاء الله، وسوف تكون إن شاء الله من ضمن الأمور المؤثرة والقاسمة إلى ظهر النظام الخليفي. نأمل هذا الحراك في الداخل وفي الخارج أن يكون مبارك من الله سبحانه وتعالى، وتكون ثماره أن تحاصر هذا النظام الخليفي أكثر وأكثر بأن نفضح جرائمه في الداخل وفي الخارج. نأمل كل هذه الجهود أن تتكلل بالنجاح في إسقاط هذا النظام إن شاء الله.